خمس سنين من انطلاقة برنامج اي بي توكس. والله روحي مو بحاس في الوقت، بس قلت باخذ هالفرصة. انا عموما ما اطلع لكم قبل المقابلات، بس قلت اليوم بطلع، هي مناسبة حلوة، عشان ابغى اشكر الفريق، ابغى اشكر الضيوف، واهم عن كل هذا بشكر الجمهور. انتوا اللي تتابعون هالبرنامج، اللي تشتركون في القناة، اللي تبعثونا في الواتساب جروبس مع الاهالي، اللي تسوون كومنتات ولايكات وكل هالاشياء الحلوة، عشان الواحد لازم ما ينكر فضل الناس عليه وعلى البرنامج. فمع بعض هالفريق العمل اللي تشوفونه، الضيوف وانتوا، قادرين ننجح في برنامج مثل اي بي توكس، واتمنى دائما دعمكم ومساندتكم، وبغيت اقول لكم شكرا من قلبي. هلا خالد. هلا هلا. بداية بصراحة كيف حالك؟ الحمد لله. واحد يطلب يقول الحمد لله، ما دام عندي الرجلين تتمشى، ما دام عندي الأكسجين والصحة، شي تطلب. واحد يقول الحمد لله. هل دائما تحس بالحمد، ولا في أي أيام تحس إنك متضايق ولا زعلان، ولا لا بشكل يومي أنت إيجابي؟ يعني هذه إنسانية. الواحد ما يضغط على هذه، تجي الواحد الضيقة جاية، المشاكل العائلية كاين، المشاكل الدنيا كاين في البناء آدم، وكل واحد عنده، يعني هذه إنسانية. يعني نحس بعض الأحيان ذاك الضغط، من كان حاجة يعني اللي تخليني نعيش وتخليني يعني نحارب مع الضغط، نحارب مع نفسي، هي كي تسمع مزيكا ولا تشوف. انا انسان عندي الدروغ تاعي هي التلفزيون، كي يكون متضايق وكذا وكذا، عندي نعمل افلام كرتون وتاع الضحك. ترجع لي يعني هذاك اللي يكون ضغط عليه، نضغط عليه انا بالفيزيون، او نشوف. انا مملوء كذلك بالناسيونال جيوغرافيك، نتفرجها كثير، فيها كل من الطبيعه، من الفود، من يعني كاين كل شيء. بعد الأحيان كاين كي تشوف يعني برنامج اللي فيه مشكلة طيران، نقول الدنيا كيف والو، يعني بولون يخص في الطيارة، ضاعت حياة تاع 1100 و200 شخص، يعني حاجة صغيرة برك، مسمار. تخيل. بعد واحد البناء آدم كما نقولوا احنا بالورا، اللي تضربه الشاهدة، تضرب الشهادة، يعني في لحظة يعني يموت، يعني يتفكر ديك الشهادة. يعني يقول شوف احنا بنا آدم، احنا كلنا ضياف، احنا ضياف في هذا الأرض، ضياف. الواحد عارف اللي غادي يمشي، ما يقعدش ضيف ضيف. وسياستي أنا هذاك اللي غادي يمشي لازم يخلي البقعة تاعو نظيفة. صحيح. إذا سألتك خالد، أنت منو؟ كيف توصف نفسك؟ كيف نوصف نفسي؟ كبنى آدم، كإنسان اللي جيت في هذه الأرض، يعني وأنا صغير، ما كيف نوصف نفسي؟ نفسي كانت عندي طفولة، كانت عندي الآن واحد عنده مسؤولية. من كنت طفل صغير، يعني كان ذاك كنت أنا كما كان الوالد مسكين الله يرحمه، مسكين أنت اللي على خوتك، أنت زيهم، أنت ما عرفش
كيف شي وصفني وكان يقول هذا الولد الضايع، ماشي ضايع يعني ما كانش يعني بلي. وانا بالنسبه لي عايش في بلد اللي انا ما كانش واحد في عائلتي فنان ملي صغير موهوب في الايقاع يعني كل انسترومنت اللي نتلمسها من البيبو من الجيتار من الفايلون من كل شيء كنتو شي حاجه نجربها نلعب الاله. بعد صبحت بلي الاكورديون هي الاله تاعي اللي عزيزه عليا. وكنت نشوف فنانين قبلي وكنت يعني نحلم نقول ليش ان شاء الله يشوفني غير في التلفزه في الجزائر وبس. واستشهد الله سبحانه وتعالى عطاني ماشي غير في الجزائر، كان حلمي غير نفوت في التلفزيون يعني يشوفني الوالدين زعما يكونوا فرحانين كان ديك الحلم تاع الواحد صغير. من بعد شوف ويعني ماشي بعض الحين نفهم الشباب تاعنا تاع اليوم نقول ماشي هكذاك ساي عندك شهره. عندي ديجا من طفولتي من نقول حتى ال 74 ديجا اول اسطوانه مسجله كان على الديسك. وكانت عندي ديك الشهره وكل شيء في بلادي، مي كنت نشوف لي فنانين اللي كانوا اعز عليا ونحبهم كنت نتبعهم نسمع كل شيء. عندنا عبد الحليم فريد، عندنا في تونس احمد حمزه الله يرحمه، عندنا في الجزائر رباح درياسه بلاوي الهواري احمد وهبي، عندنا في المغرب كذلك كنت هذا ابراهيم العالمي. يعني وانا معلي مولود في بقعه في وسط غرب الجزائر هي اندلس، كي نقول انا البقعه لا بلاك تورنوت نتاع الموسيقى. متجولين مع المغرب، متجولين مع اسبانيول اندلس، وعندنا يعني ثقافه كبيره بيج وكان عندي كل ذوق نسمع كل شيء. شفت كذلك في بلادي كاين مغنيين اخرين يعني اللي هادو كبار سيرتو احنا في الجزائر يعني ما كانش عنده مستقبل، كبر عجوز ما يعني ما وطفى كما ابويا كان يقول لي ادرس. ما كانش عنصري في الموسيقى، واحد المره زعلت عليه قال لي انا هاد الموسيقى معليش يا ولدي عملها بليجر من الدراسة أحسن. من بعد عملت تشالنج معاه وأنا ما عارف أنا الملايكة كانوا تدينني. بعد مرة كان يزعل يقول لي ليش، يقول لي فنان الكهول دروكس ما يتزوج ما يدير اولاد وحياته ضايعه ما عنده مستقبل. انا بالنسبه لي صح كنت نشوف اللي ما عنده مستقبل الفنان هذه صح. دروكس وهادو ابويا غلط ما يتزوج لا، كانت ما كانتش عندي هذه المشكله في دماغي. وتعذبت باش وصلت لهذا الموصل. كي وصلت واحد الموصل اللي درست وريت له بلي هاد الدراسه نو بروبليم. من بعد مشي حبست في المستوى اللي قادر نقرا عليه ونفهم والحمد لله. ما حبش نمشي بعيد باش نولي مهندس كما كان يقول هو لا ماشي بتاعتي انا. وصلت واحد الموصل اللي من بعد ابويا مسكين كان يشوفني من بعد ولا فخور. بركي مشيت هاجت ديجا في بلادي كانوا الناس كلهم يقولوا سي عدا ولدك
ده مي قاعد في دماغه ديك ما يتزوج دروك الكول. حتى من اليوم اللي مشيت هاجرت مشيت لأوروبا زاد عندي كان عندي افتتاح كبير وصلت جا النهار وين تزوجت وصبحوا عندي أولاد وجا عندي مسكين تعبان في 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 باريس لأول مرة يسلم عليه ويعاود كلي ما كنتش نضم وخايف وكلهم كانوا يقولوا عنده سنة عارف صبح في 29 سنة فهذا كيف توصف خالد؟ كيف نوصف خالد يعني وعندي ما كليت عصا وصلت لي أبوي الله يرحمه مسكين من عندي زوج خوتي كبار عليا يعني كان واحد يعني كان عدت الآن عنده ثلاث ميداليات ولا في في الأولمبيك زمان عندي أخويا كذا كان في القراية والدراسة وكذا يكون طبيب فهمت هادو هما مساكين دي بالمهنة تاعهم وكل شيء صبحوا هما غايلين مني أبويا قال لي أنت الوحيد اللي ما كنتش ضان فيك ما أنت اللي خرجت نمبر وان في كلهم هادي كما أقول كما قلت لك الآن على الأولاد تاع اليوم أنا هادي اللي كنت نسمع فيها من عند أبويا وكي باغي يمشي قال لي اسمح لي يا ولدي راني هديتك عصا قلت له روح نام مهني قلت له هذاك العصا هو اللي ردني راجل لولا ما كانش هذاك بل قلت له كنت غادي نصبح الله يحفظ ويستر ندير حاجه ماشي من غير ناتشورال ربي يرحمه في طفولتك كنت مشاغب؟ كيف؟ هل كنت مشاغب كطفل؟ عشان أنت قلت كنت غير. لا. هل كنت يعني ولد مؤدب ولا مشاغب؟ الاثنين. يعني مش مشاغب يعني مؤدب الأدب كان عندي من التربية. بصح يعني ما كانش عندي يعني كي نقولوا احنا ما كانش عندي الماشينه ما كانش تمشى بالوراء يعني كي نقول مجنون ماشي مجنون يعني واحد يعني ما عندي حياه عايش ليل عايش مع الفرحه يعني كنت انسان لي طير الليل وعايش كيما نقولوا احنا بالوهراني هواوي يعني على التيار وما مشيت وما ضابط عليا قال لي مشي نمشي بس كي كنت نمشي كان عندي ديك بالك هي على كل حال بالك هذا الشيء هذا الحياة تاعي اللي فوتها يعني مع اصحابي شفت كان كل شيء احنا كل شيء عندنا ممنوع ذاك الوقت مي انا بالنسبه لي هذيك العيشه اللي كنت عايشها مع اصحابي وكل شيء كاين منا كاين يخمر كاين هذيك القعده كي نقعدوها بيناتنا هذيك اللي تعطينا صوره الحياه وكاين كل واحد يحكيهم وبالضحك ذاك الوقت انا اكزامبل كانوا البوكس تاع الكبريت اوكي كانت واحد الامبيونس تاع الفن يعني تاع في واحد جالس هكا نغني وكلهم دين تك 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 يعني كان داك وهو كاين الجواب بيناتنا يعني كانوا داك القعدات اللي كنت نقعدهم وكل شيء هذيك اللي كانت تخليني اللي بس ما كانش كانت بالانس كاين اللي ولد فقير كاين اللي كذا كاين اللي
اللي ابن كذا، هادو انا كنت نمشي مع هذوك الناس اللي بحال السوسيتي بتاعي انا. حتى هذوك اللي كان اللي كبار اللي عمرهم ولا ما يخالطوش هاد الناس بيا انا بالفن وبهذيك القعده تاعي، وهم يخلوا كل شيء يجي يجمع يولي بحالنا. حلو، فهمت؟ هذيك اعطتني قوه يعني، اللي خلاتني ما 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 كاش عندي ذاك ال وكما الوالدين كانوا يشوفوا فينا هو في زيك، يقول لك هذا راح يدير وراح كذا وكذا، نخاف عليه. انا كان يقول لي ابويا، كان يقول لي شوف يا ولكيس، يقول لي شوف نهار اللي تديرهم تفهم، اليوم اللي تزوجت ودرتهم وصبحوا عندي اولاد فهمت، وليت نعرف علاش ابويا كان صح. كان والوالده الثانية مسكينه هي اللي احنا الرجاله، احنا عندنا حاجه وحيده اللي هي كوبليس هي الام. الام مسكينه، انا من كنت نحرر كنت نعيش برا، عايش كنشوف في الموسيقى ولا في العراس ولا نروح نسمع ونغني. ابوي ما كانش عنده علم، هو كان يجي بالشغل مسكين، كي يدخل تحط الماكله يقولها الولاد كلاو يس، نايمين يس، هما كلهم نايمين الا انا مانيش في البيت. نجي على 3 تاع الصبح 4 تاع الصبح، كي يجي داخل شوف ندير الباب، كي نحط الصبع على الباب تفتح الباب الام هي تلك لعبت لي دور كبير. عندي لي مشيت نام. يعني كانت تكذب على ابويا، والام كبدتها ماشي كما الاب، ماشي كما احنا الرجال. الكبده بتاع الام بتاع المراه، احنا الرجال شويه يعني راجل. واحد مغني قال لي الكبده كي تشم النار تنشوها، والكبد واعر تاع الام تاع كل انسان. الام غير. نعم. حتى انا علاقتي جدا يعني مقربه من الوالده، فافهمك يعني، وعارف الام امك انت لها فضل كبير على خالد يعني. ولا ندردش معها نحكي معها نضحكها. واحد المره تعاركت يا ابويا سنتين مش عارف، سمعت عليه على حاجه. واحد المره وبعد جي عندي لباريس وكل شيء، وهي كذلك من بعد تضغط عليا، فهمت؟ واحد المره شوفها وتعلاها زعلان على ابويا مسكين، انا شوف مسكين بعض الاحيان يخمم يموت عليها. لا خليني منها خليني. واحد النهار قلت والله نخسر الحياه معها، قلت لها امي، قلت لها انا ابويا مسكين، قلت لها كل يوم كان ياكل بطاطس 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 حب كافيار. والدور فيها عطاتني تسخنا تاكلت كيف كيف. مسكينة معاها غير الضحك. أنا أمي مسكينة تعبانة ومريضة الله يرحمها. هي كذلك تشوفي، وهي أنا في عائلتي من أبويا كلهم بويض. أبويا عشق في واحدة كحلة، وأنا صغير شفت كان كيف في عائلة أبويا العنصرية. ما قلتش على العرب من خزن وما قالش على سوريا كاين. نشوف جداتي أم أبويا تعمل فيها يعني أجي العبيد ديري لي هذه ديري لي هذه، وأمي تيمة أوكي. ب...
من اليوم اللي ماتت جدتي مسكينة أمي هي اللي كانت قائمة كل شيء في البيت. شفتها قلت لها قال وين ما نش فاهمك. قال ما دارت فيك ما دارت فيك. جبتني قداس ما هاي لو قدامك. تحكي لك أسماء عند ربي إن شاء الله أنا سامحة لك كل شيء أبواب الجنة مفتوحة لك وهذا. وخذت فيها قلت لي أسمع ما تنسى هذه موت أبوك مهما كان الحال يعني سامحت لها. كلاس يعني علمتني الحياة. أنا شو والله بالفن عندي نقولها مدرسة الشارع ومدرسة الشارع علمتني كثير الأشياء. شفت المرة والحلوة وشو وما زلت شوف أكيد هالحياة ما زال واحد يتعلم ما زال يتعلم ما زال عاني عاد صغير ما عندي وين نتعلم ما زال شوف الدنيا عيش تشوف. صحيح. شو خالد أصعب شيء صار لك في طفولتك؟ اللي أصعب في طفولتي أنا كنت حاب نسافر حاب نخرج يعني وكنت يعني حاسس روحي مسجون في بلادي. من اليوم اللي كان عندي تسريح لواحد عقيدنا قال لي غادي نخيروا انسان فنان باش تولي في الجزائر كان عنده مشروع تولي اندستري تاع الديسك. أول واحد يعني تفكر أحسن. قال لي عندي لازم نختاروا فويس نحطوا عليها الفلوس ندير لها ستوديو ندير نجيبوا بروديوسر امريكاني او بروديوسر كذا وكذا نعملوا اندستري تاع الديسك بالجزائر. فانت قلت لي اصعب شيء في طفولتك ولا اصعب موقف ان انت كنت تبغى تطلع برا على الجزائر هذا كان اصعب شيء ولا في موقف معين؟ لا اصعب. علاش اصعب؟ يعني كنت حاس بنفسي انا ماشي باش نشوف يعني كيما تقول لي ما واحد فرنساوي تقول له حلمك شاول الشاب فرنساوي يقول لك نشوف الستاتيو تاع ليبرتي نروح لامريكا نشوف هذيك الستاتيو دي ليبرتي ونموت. احنا في الجزائر تقول الشاب تقول له شو حلمك يقول لك نشوف الشانزليزي ونموت ولا نشوف داكوريفال ونموت. كل واحد عنده حلم. هنا بالك واحد يقول تسأل تقول السؤال يقول لك حبيت نشوف أستراليا ولا نشوف إلي ولا لاس فيغاس ولا فهمت المعنى حاب نشوف. أنا هذيك المشكلة اللي كانت عندي يعني كنت عايش وعندي عندي مهنة عندي فن عندي الداخل هذه ما نقدر نفهمها. كانت عندي الداخل يعني قلت انا عندي هذه الاغنيه هذه حاب نستعملها حاب ناخذ رساله للعالم. يعني وتشوف واحد يحشروه. ليش يحشروه؟ كانت عندنا مشكله في الجزائر راهي الحمد لله وهذه كانت مشكله ماشي في الجزائر في العالم كما في امريكا ولا كما لازم تدير الخدمه الوطنيه. الخدمه الوطنيه احنا عندنا في كانت عندنا في الجزائر سنتين وكانوا هما ياخذوا في العائله زوج خوت والثالث والرابع لا انا زوج خوتي عملوها. كي وصلت انا تاني كنت محروم كي وصلت ولازم تخدم الخدمه الوطنيه باش تقدر تسافر من بعد لازم تسوي اول بس كي تجي فايت عند كي تجي خارج من الجزائر يطلبك البوليس الشرطي باش يطبع لك الباسبور جو السفر تاعك يقول لك عندك الكارطه بتاعتك اللي خدمت الخدمه الوطنيه يقولوا لي قلت له ما تمشيش. المشكله هي
انا واحد المره كنت نعرف كان الناس يمدوا، كان كما تقول واسطه. بعتوني قلت لا من المحال، عندي زوج خوت وانا لا الحمد لله. مشيت كان عندي واحد صاحبي هو اللي صايدين، مشيت لعنده قلت له ماكش غالطين، تبعت لي انا هذه ما هذه مش تاعتي يعني. انا قال لي تو قانوني زوج خوتي وكلشي. قال لي انا ما سميتكش خالد. قلت له ترجعت قلت له ايه؟ قال لي انت لازم رمز، لازم تبين للشباب يعني ما سميتكش خالد، المهنه تاعي هي اللي شوف. يعني كنت غير في البلاد معروف يعني. وألفيس بريسلي عمل خدمة الوطنية، جوني هاليدي عمل خدمة الوطنية. قلت له أنا مانيش ألفيس بريسلي، أنا لا خالد أنا الجزائري. بس نترمز هنا كذا يعني. وضيعت كنت يعني ضيعت حياتي، ضيعت هذوك سنتين. فانت خدمت انه كان خدمتهم خدمه وطنيه كنت نتهنى. انا اربع سنين وانا بتعارك يعني، كل ما عندي حاجه كل يوم يعني واحد راك الدرس كانوا مساعديني. مي ماهيش حياه، فما ما رحت ما عملتها. اوكي انا جبت باللي حتى اليوم طحت مع هذا العقيد قال باغي نديرو. قلت له اوكي انا هو الا حبيت. عملنا كاستينج، عملنا كل، انا كنت معهم حاضر كل شيء، اختار هذا فنان. لا 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 بعد خزر فيه قال لي انت. قلت له ما كولوني قال لي انا عارفك بلي ما حوت، كانوا عارفين انا ما كنتش نقعد في بلاصه. كنت طق طق كان عارف. قال اسمع عندك كل شيء، نسكنك هنا، نسكن مع حارس الجمهوري. قال لي اللي تطلبها كاين، ما تهرب. خليني هكا ان شاء الله غادي تكون بعيد. قلت اوكي وعملت العمل هذاك يعني حتى اليوم. قال لي تروح تسجل في لندن في باريس. او يس هذاك ما انا حاب هذا الشيء. كي مشيت بالضمانه بلي العقيد غادي يمشي ويجا، مشيت انا وصلت لباريس. هذيك تاع الحلم تاع نشوف ونموت، حسيت بنفسي كوت بالطياره، حسيت بنفسي راني مازال عاد في الجزائر. مشيت لندن من تما بعد التسجيل باستوديو لندن. بصح تعلمت حاجه، تعلمت لي ماشي كيما في بلادي. انا في بلادي كان واحد يدخل الاستوديو يغني تاع عندك ست اغنيات تعملها في نهار، عندك الميكس في نهار، من غدا ومداك راهي تنباع. راهي بالسوق بكل بساطه. هذا الالبوم اللي عملته سموه الكوتشي، شفت ست اشهر عندي في الجزائر باش ندير ماركت ونعملها سهل. اوكي قالك زيد زيد. مشينا لباريس كان عندك شهر في الاستوديو هذا، البروديوسر واحد فرنساوي واحد جزائري صافي بوتيلا ومرتا مزوي. قال اوكي عندنا الان نزيدو نمشيو لندن راه كاين استوديو. لا اوكي قول سنه ست اشهر تعلمت سهيله البروفيسيوناليزم، تعلمت سهيله يعني الاغنيه كي تكون يعني فيها عمل فيها كذا بعد فيها الاشهار فيها. هذه تعلمتها في الدنيا، قلت لك دراسه صح يعني ما ما
ما خلعتني البلد وكذا، وكانت انا كنت من نخدم في استوديو، كانوا يجمعوا علي، كان عندهم كباريهات جزائريين سمعوا بي في باريس، يرجعوا لنا اوكي هذيك ال 15 يوم ولا شي حاجه اللي فوتها تما، عندي استوديو، عندي حاجه وحويجه استوديو ونمشي في نشتغل كباري وعندي فلوسي. يعني وكنت داخل بلادي داخل يعني بالاحترام، وهالشي في باريس تاني بالاحترام، وكنت عندي كل شيء بفلوسي، يعني ما جايش باش الفرنسيين كيما شحال من مره نقول هاد الناس مساكين اللي يمشوا في الباخره طبيب الامهات يبقوا اللي يمشي حار اللي يمشي تحت في البوط اللي يمشي وكي يوصل لاوروبا يطيح في المخدرات ويطيح في كذا. اش عم بعد الحين نقول الحمل كي يخلص يرفدوا غير مواليه، يعني بغيت تسافر تهاجر ولا حاجه، هنا راك في المغرب في موريتانيا غير احسن، خاطر كاين هذيك كي يقول لك الواحد الحريه الخايبه. الحريه الخايبه؟ سؤالي خالد، انت حين يعني عندك خبره عريقه وغنيه في الموسيقى، شو تحس تغير في الموسيقى اليوم؟ اللي تغيرت الان الحين هي نحكي المجموع الان الشباب اليوم ما عادوش يسمعوا للكلمات وكذا، عاد يسمعوا غير دب 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 دب، ما عادتش الموضه تغيرت. إلا بعد شي مرات اللي الواحد يعطيهم ديك كاين شي كلمات وكل شي اللي يضغط عليهم اللي لازم يكتب على الجيل اليوم يكون أسهل. كلمة الشارع، كلمة الشارع، يعني كلمة الشارع، كلمة تاع الدنيا، كلمة تاع كل واحد، ما محتاجش دير القافية وش يعني. لا انا فهمت في حاجه اللي كيما نقولوا احنا من غنيت البخته ولا وهران هذه المره في لوكسمبورغ وكل شيء، انا ما كنتش نتصور بلي واحد جرماني ولا امريكاني ولا لوكسمبورغ ولا اوروبي يدري نحب الأغنية، يقولوا شنو تحب الأغنية؟ يقول نحب بختة، ما يفهم عليها والو. وبختة هذا الخالد اللي كتب على بختة دار عليها 196 بيت، هذه ستوري. أنا خديت يعني أربعة بيوت وخديت الأساسيين في الستوري. عجبتني الحكايه عجبتني. هو كتب عليها وانا ديت وين كاين يعني الاساسيين، علاش حبها الاوروبي وكل شيء بختها، باسكو حاس بختها وما فهم الكلام. يعني كاين ذاك الموسيقى هي اللي عندها لانجويج انترناسيونال. صح، انا دائما اقول الموسيقى والرياضه ما تحتاج تفكير. الله يطول عمرك والله، تاخذ كره كلهم عندهم تقنيه واحده. صحيح، وكلهم عندهم لغتهم واحده. شوف السولفاج يكتب، انا قلت انا واحد المره ضحكوا علي الناس، انا ما قلتش السولفاج بصح نعرف كي مكتوب، كاين كريت صول، كاين كذا نقط، كاين تود، كاين دخل بالنص تاع الكوارديتون تاع البياتي كذا، نعرف شويه. واحد المره مشيت قلت انا هذا فرنساوي، قلت له غادي نمشي ندير الكماجات في مصر، خاطر عندي كاع الالبومات تاعي كنت نخدم الكماجات نديرهم في مصر. ايه قلت لك فرنساوي قلت اكتب لي، مي حضر على حسابك انت، قلت له غادي كي نمشي لمصر، قلت له غادي مساكن انا فاهم، نروح معاك انا فاهمهم،
بالك ما عاد يفهموا على الكتبه. ما قال لي والو، مشيت لمصر شفت هذه مهنا من هذيك اول مره في التسعينات الفرقه البحثيه كذا اوكي اسمع جاو كان جا حط الورق قلت له انا شوف اوكي توكلنا على الله. من بعد قلت السلام عليكم جماعه، قلت لهم ما عارفين الكتبه بتاعته ديري نفس الشيء وين عاد فهمت باللي السولفاج كما قلت لي في الرياضه كاين قانون واحد صح يعرفه العالم صحيح في الموسيقى لانجوج واحد الا في الغناء الكلام يتغير الهندي بالعربي بالفرنسي الامريكاني يعني الموسيقى هي اللي معروفه عالميا هي عندها لانجوج واحد صح. بس انت حين وقفت موسيقى 10 سنين ليش؟ حبيت شويه نستمتع بالدنيا وكان عندي هذه حبس من بعد الان توصلي اللي عملتها مع رشيد طه وفوديل تبقى شفت بلي يعني دغيت على صوتي كان عندي مشكله معاه وانا ملي صغير تاني عندي مشكله تاع الاذن وبعدين كان الولد مشى مشاكل يعني عائليه وداك الشيء علاش حبيت يعني ندير ستاند باي وحبيت ندير ستاند باي وحبيت كذلك ما كانش عندي ال ما نقولكش الذوق على الفن لا امبوسيبل ما كانش عندي فكره على باش وليت نسمع شي 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 اشياء جدد اللي انا قعدت نشوف كيفاش نزوج الاغنيه بتاعي مع هادي باسكو حنا باش نحكوا يعني بزنس مع شركه التوزيع وكذا يعني كاين حاجه يشوفها في العالم اكزامبل هاد السنه كان اللاتينو لازم كل مغني في العالم لازم يعمل المشروع دياله لاتينو يعني بلي كاين هذه والبزنس هو اللي يطلبها هاد بلي الان ما رجعتش فن دير كما تحب انت رجعت باش تولي زعما باش يساعدوك وكذا سيتو وهذا ضغط الان الانترنت ضغط على الشركات تاع التوزيع نقول احنا سوني وكذا بيامشي وهادو يعني صبحوا الان الشاب باش يحب يدير واش يحب يحطها في الكمبيوتر واللي عنده الفيو مليون وزوج ملايين لازم يكلمه يكون مخو هذا عمل كما تحب انا معاك يعني هذا اللي غير كل شيء وحطم كذلك حطم انا البليزير تاعي كي نكون في ستيج مع الجمهور احسن من التسجيل كونسرت انا ونجبر راحتي ونعيش ساعتين في مع هذا الشعب رحمة ربي. بس هل صدق خالد عندك رهبة من المسرح تخاف؟ عندك للحين واو 24 ساعة من أكل 24 ساعة ما تاكل قبل ما تصير مسرح؟ لا لا خطش قلبي يطلع علي قدام أطلع بعد الأحيان ودن يسمعوني من بعيد بس على كيف وكيف نطلع يعني غير الناس ما تحس بيا هي عشان المستغرب انت تقول لي عشان ما تكلمش كثير في الميكروفون بس اجمل شيء عندك الكونسرت بس تخاف منه نخاف من الكونسرت بس تحبه يعني هذيك ساعتين اللي نحطها في الجمهور هي تساعد انا تاني عندي هذاك هو الدواء تاعي انا
كيكون ضغط على كيش قلت لك كيكون ضغط على نفسي ولا ويكون زعلان نطلع في الستيج نقسم مع الجمهور. انا مشي نغني للجمهور نغني حتى على نفسي لي انا. انا كذلك نعمل بليزير لعيانة وانا كذلك بعض الاحيان ما نشوف ستيج بحالنا نغني في اغنية ولا الصورة تاعي تولي لي 40 سنة ونقعد نضحك بوحدي بعض الاحيان نغني صاحبي شفت حاجة تاع الصورة تاع طفولتي يقول شوف سبحانك يا رب هذه الأغنية كونتها كانت هاك كانت هاك ونشوف صحابي نشوف ديك القعدة نشوف اللي مشى الله يرحمه وشوف بعد أحيان نقعد تاع الهابي يعني كيما يقولوا بالفرنساوي ميلانكوليك يعني كاين الأغاني يقولوا ميلانكوليك يعني هو محزن ميلانكوليك يس فهمت هو محزن بي فيها الفرحة صحيح بيتر سويت يعطيك الصحة. أنت ذكرت من شوي قلت لي أغنية وهران انا قلت لك كيما باش ما تموتش انا باش من ما عندي مشكله باش من التراث ما يموتوش عندنا الحمد لله عندنا غير الناس ما على بالهمش ما فايقينش كيما نقولوا احنا وهران وهران كيما نقولوا احنا الاوروبيين وكلشي ما فهمش الكلام بصح كان حاجه جبدتهم هي باسكو عملتها فالس وعملتها غير فلو انا كنت ديك لافوا كنت ندير داك الصوت غريب ونحاول نطلع الفوق الاوروبي ما محتاج قلت لك عندها لانجويج سبحانك يا رب باللانجويج انا كنقول له شنو حبيت في الاغنيه يقول لي عارف بلاك وهران عارف لي تغني على بلادك ونعب لك تغني فيها الهجره عندي ذاك الاحساس انت بالمزيغة. انت شو تعني لك وهران انت شو تعني لك وهران بس عندي زوج وهران كاين هذه وهران وهران اللي هذه مغنيها احمد وهبي لا انا قصدي مش الاغنيه قصدي المكان الجزائر وهران شو تعني وهران لك وهران يعني شكون اللي ينسى الارض وين زاد فيها مين محال وهران زدت انا فيها عندي ريحتها كبرت فيها وهران بلادي دواري يعني ما كانش اي شخص في الدنيا اللي ما عندوش ريحته وين زاد فيها ما ينساهاش هذي ما تقدرش واش تعني وهران عندي وهران بلادي اللي زدت فيها وتربيت فيها وتمحنت فيها تحب انت تحب الموسيقى هل تحب الشهرة حبيبي نحب الموسيقى الشهرة انا ما علاش انا قاعد انا واقف ما خلعتني الشهرة الحمد لله يعني ما تفاجأت وقاعد يقول لي كيفش انت مجنون انا بعد الاحيان نمشي نتسوق نمشي في المارشي كلا كارفور وكلا واحد نهار واحد العجوز ساكن شافني نبدا نحليب هذا كذا واحد قال لي اش راك دير هنا؟ قلت له نتسوق نشتري ما يقول لا ماشي انت اللي تعمل لا انا بعض الحين يقول لا خاد ما ديرش هذيك لا يا ريت انا ملي كنت صغير نبغي نعيش حري الا في الشغل شي حاجه واحده اخرى هذاك السيكوريتي وداك الشيء وضحك انا ما نخمم موجودين كاين شي صوالح يعني ماهوش بلاح لازم يكون فيها سيكوريتي وكل شيء مي انا كيجي وقتك وقتك انا بالنسبه لي كيما هاك اذا جات مرحبا بها بصح بنضغط بعض الاحيان نضغط على كل الناس نبغي نتمشى بوحدي نبغي نسوق بوحدي نبغي نفد ولادي معايا وحدي بعض الاحيان سي توجور سي تقول لي عندك عم نشوف فيك عندك نزيد نضغط على روحي
قالت انا تاني حاب نروح كونسيرت نشوف واحد يغني قدامي ونقعد مع الشعب، هذه ما نقدرش. وبعض الاحيان نبغي نحب فنانين، نموت على الفنانين، كاين شي فنانين نحب هكا نشوف كيما مشوا فيا، وكي نجي معزوم ولا باش نحب نشوفهم مساكين نروح مور ستيج. صح، فالشهرة لا. شو النجاح بالنسبة لك؟ شو معنى النجاح؟ شو النجاح؟ النجاح الواحد يعني كان الاحترام. النجاح، النجاح هو واحد اللي ينجح على خاطش الى يعني قادر العمل ديالو، الى ريسبكتي سون ترافاي، فهمت. والنجاح بالنسبه لي النجاح هو التواضع، الريسبكت، و يعني واحد ما يخبي يقول لي في قلبه، يكون صريح. حلو. وعنده ان بونت واحد اخر، عنده الحياه الخاصه، خاصه هذيك لا نو تاتش بينه وبين روحه. مي في العمل ولا شي حاجه ولا ما عندوش ديك كذلك واحد يضغط ولا. انا ديما نقول لهم شو لو ما كان الجمهور احنا ما نكزيستوش. صح، فهمت. انا اسم النجاح هذا، النجاح الناس شافت عرفوا خالد منين. انا بعد شي ناس ما نعرفهم ما يعرفوني، يجي سينما يقول لي سمعت عليك، ها كيفاش قلبك، ها انت كيف معمول. سبب النجاح انا نظريتي انا سيكو الناس عارفين هذا الشخص منين، وعارفينه باللي ها شا عنده شا ما عندوش. مي كاين حاجه برك اللي هي هذيك اللي قلت لك نون تاتش. صح، هذيك بعض الاحيان يضغطوا عليك بصح ما عارفينش حياتك الاخرى اللي ما تتهضر عليها. خالد، شو اكبر عيب فيك انت تشوفه؟ هل تحس فيك عيوب؟ الحمد لله ما تحس في عيوب. ما في عيوب؟ لا. مثلا عصبي ولا عاطفي ولا حساس، شو تحس عيب في شخصيتك؟ حرام عليك، انا اسالك ما اعرف انت تقول لي، يعني انا اتعرف عليك يعني المحاسن نعرف المحاسن، ولكن شو تقدر انا اكيد تقول عيوب. انا كاين الناس اللي يشوفوا فيك زي ولا عندهم كلام فيك عيب وكذا وكذا. انا بنفسيا ما حاسش هذا الشيء. انا ما يهمني شو الناس، ما يهمني شو لا انا فاهمك، انا بخالد بس بالنسبه لي انا ما عنديش، عندي يعني حنين انساني عصبي، مش كل يوم عصب بس عصب. انا كي نكون عصبي نضغط على نفسي نخزن، بعد احيانا نكون عصبي مش عصبي نفوت الجن كانسان. العيوب اللي فيا علاش قلت لك بلي يعني فينا احنا واحد ما يكذبش، فينا العصب، فينا كذا، وفينا تغضب، فينا تغضب حتى ودك تتزعزع، فينا. وعندي بعض الاحيان ندم، بعض الاحيان نزعل على واحد ما ننعش في داري. واحد النهار الوالده مسكينه الله يرحمها شافتني غاضب، وسمعت كلام عليها روحي ضريت وغضبت غضب،
قلت له ولدي ليش راك تدير عم نفسك كما هيك؟ قلت لها ما نشنش. قلت لي اسمع، قلت لي ادوك اللي دلك هكذاك ارمي عليها التلج. شو تحكي الوالدة؟ قلت لي كتله بالبارد. حلو. قلت له الوالدة كيفاش تلوي؟ قلت له بتخمش قافي خليه كتله بالبارد. نار بنار ما يمشي. صحيح. وين عايزك تدير له؟ يموت كي واحد تعمل هاك. بالانجليزي يقولون kill them with kindness، يعني اقتله بالطيب. لا هذه هي. احنا البرد يكونك بارد يعني بارد هي تعثر عليك تلبسنا هو يدك يزيد هو يطبخ صح؟ عشان ما يستعطيه اللي هو يبى، هو يبى يزعلك فانت ما يستعطيه اللي هو طالب منه. لا ليش تضغط على نفسك؟ الحق عندي. شوف من كلامها وكل شيء انا هذه المره باش نقول لك عندي وهذا تواتسلي عندي صار لي مشكلة كبيرة بيك في موت في موت الوالدة تاعي. وكي جيت راجع من شفتها وراجع قعدت نغوت بلا صوت واستحملتها وسكت الآن وما تخرج من فمي. بس انا قلت لك بلي ما عنديش راني شفت الحياه كي دايره. انا شفت الان كاينه مشكله في الان المشكله اللي كاين هو ستريس. هذاك الضغط هو راه يقتل البني ادم، هو اللي يجيب السرطان يجيب كل شيء. الضغط ماشي السرطان، الضغط لو ستريس عدو الانسان. صحيح انا معاك. علاش هذا بويا مسكين الله يرحمه كي كان ضغط على ستريس دخان القهوه دخان قهوه يمشي يصيد دخان قهوه بعد شاب مسكين الغبن ولات فيه السرطان منا ولا مسكين هو يعيط وتقول يا ربي يمشي علاش يتعذب. ملي شفته انا كان يتعارك مع الوالده مسكين ما يقولش وعنده ولد تاني مشى له الله يرحمه عندي خويا هو داه للبحر حس روحه هو داه ولده قتلو ونحس به مضغط على نفسه. انا خويا عندي زوج الله يرحمه واحد مات في البيت الاخر مات في 19 سنه ما شافش البحر. ابويا داه للبحر وابويا ولد البحر عمره من كنا صغار عمره ولا يشوف يحطني عارف داك يشوف هاك. هذاك النهار دا خويا كان غير حط فيستا تاع فوق الرمله دور راسه ما شافوش ثانيه وحده وبقات فيه. ومن هذيك المره بدا يقتل نفسه. وانا شفت عندي خو عندي صحابي عندي الاعزاز عليا رفتهم بيدي دفنتهم بيدي وبكيت وكل شيء. الورقه تاعك كملت يلا راك في يد الله غير الصحفه. هو هذه يفرح اللي تضغط على نفسك كلها ماشي لها. قلت لك بلي هذه علاش القوه عندي هذه وبعد الاحيان تنهار. انا نقول بعد الاحيان نطيح في الفخ انسان يعطيك الصحه. كاين هذا علاش هذه المساعده عندي على خاطرش انا في الدنيا علمتني اللي يعني تمحنت سوفريت تعبت كليت الصوت دخلت للسجن يعني باش وصلت لهذه المرحله اللي فيها قريت في الدنيا عشت مازال نعيش الى ابغى. تعرف الطيح انت قلت انا اطيح في الحفره مرات
تطيح في الحفرة شيء تبقى في الحفرة شيء ثاني. فهمت شو قصدي؟ في فرق بين إنسان يطيح في الفخ واللي يطيح في الحفرة طبيعي ويطلع، وفي إنسان يطيح في الحفرة ويبقى يقعد لتحت. هل غلط؟ يعني أنت مفروض ما تقعد. عشان نحكي لك يعني أول ما الإنسان يطيح في حفرة يقول أوكي كيف أرجع فوق؟ حبة 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 حبة، بس كيف أرجع فوق؟ ما أجلس، ما أجلس وأنا في الحفرة. أوكي بكرة أسوي رياضة، بكرة أسافر، بكرة أطلع مع أمي، بكرة أطلع مع صديق، أي شيء عشان شوي شوي يتسلق ويطلع بعد مرة. بس في ناس سبحان الله يطيحون في هالحفرة ويبقون فيها، والاكتئاب يجيهم أو الانتحار أو 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 مكتوبة مكتوبة. عارف اللي احنا نقول اللي مكتوب على الجبين ما يمحو هي الدين. انا شفي يعني في بعض الاحيان اللي يعني مش هي مدين اللي يعني نعرف الدنيا نقول بس هذاك مات مكتوبة باللي زيد مكتوبة وانت يمشي وش كل اللي غادي يدير له. عندي سؤال لك، فهمت؟ هذا كذي يقعد لتحت مكتوبة له يقعد لتحت وكل الورقة تعوش وكل سبحانك يا رب. هي طيارة طاحت مرة في شباب واحد البلد واحدة برك خرجة من البحر صغيرة برك عارب عندكم علم عليها في 200 شخص في الطيارة كلهم ماتوا الليلة واحدة بنت سبحان الله مش وقتها هذيك الموت قالت لها مش وقتك اليوم. هذه كما واحد النقطة قالها لي واحد السيد مسكين شو يقول لك بعدك وين تهرب لها. هذا الشاب كان يشتحك ذاك شاف ملك الموت دخل ملك الموت شاف به واش خاف هرب مشى خد تيكت مشى أستراليا مشى بعيد قعد شهر خرج مسكين يشتح في واحد بقعة تعشر خرج يشتح دور راسه كان شاب ملك الموت. هز التيكت طف عاودوا للباريس خرج يصطح شاب ملك الموت جا راح له قال لازم نتكلم معه. قال له سيدي كنت في وهران دخلت تشوف فيا كنت في استراليا دخلت تشوف فيا جيت لهنا ثاني تشوف فيها. قالوا اسمعني قالوا لي كنت انت في وهران انا ما جيتش ليك جيت لواحد اخر. قالوا ليش بصيت عليك شفت فيك؟ قالوا كنت عندي في الليستا. قالوا عاود شفتك في استراليا جيت لدي اخر واحد اخر. قالوا ايش قاعد تغزل فيك وانا مفجوع شويه؟ قالوا باسكو في الليستا كنت نقول هذا السيد راه مكتوب باش يموت في باريس وانت جبرتك في وهران بعد جبرتك في استراليا مكتوب وشو داك الدودير جا لباريس الورقة تاعو كملت في باريس كانت مكتوبة في باريس واسطة حلو. سؤال لخالد، إذا تقدر تعلم أي طفل في العالم درس واحد فقط شو الدرس اللي بتعلم الطفل؟ الدرس اللي نعلمه فيه هو الاحترام الوالدين. الدرس اللي نقوله له يسمع شوية من الكبار. تحس هالشيء اختفى في هالزمن ولا قل؟ المشكلة الآن واللي ما عندوش كان متعاركين الوالدين يتعلم الدرس بين 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 الوالدين علاش تفارقوا وعلاش يدرس شو بيناتهم ومتفارقين ليش هذاك عاود تسوش عليها وحقدر الولاد رانا نشوفوا الأب وشوفوا باش يكون في دماغك الدرس بلي يقول لك
ابخي لامور يا لاميتي، من بعد الحب كاين الصداقه. زين، انت ذكرت الصداقه والحب، شو معنى الحب بالنسبه لك انت؟ الحب شو معنى؟ شو معنى الحب؟ الحب الام، حب الارض، حب الله، حب الدنيا، حب الاولاد. هذا هو الحب. حب المراه وحب الام. وشو اهم شيء في الزواج؟ شو اهم شيء في الزواج؟ هي الخلافه، يعني واحد يخلي اسمه، يعني اولاد. يعطيك الصحه. نسوي سؤال ال قول لي تبغي اخوي ال ابي توك مكعب تبين؟ تبا؟ زين، احتاج سؤال بس احتاج خيالك. قول. اوكي سؤال جميل هذا. سكر عينك اذا تسمح. اوكي، تخيل معايا، تخيل صحراء فاضيه ما فيها ولا شيء، زين، جرداء، وفجاه خالد تشوف مكعب. اوصف لي المكعب اللي تشوفه، كيف شكله؟ يعني شوف المكعب فيه ماي جاد، اصفر احمر واخضر. اوكي، كبير ولا صغير؟ لا سامحني، نشوف هذا يعني وسط. اصغر عنك انت؟ اصغر عن جسمك؟ اصغر. اوكي، على الصحراء ولا داخل الصحراء ولا يطير؟ وين المكعب؟ على التراب؟ لا، فوق الرمل. يطير. يعني طاير. بس مشي طاير هاي بس شويه قاعد هنا. اوكي. شفاف ولا ما تشوف داخله؟ شفاف، يعني تقدر تشوف داخل المكعب ولا ما تشوف داخله؟ لا، مش شفاف. اوكي، بعد المكعب خالد تشوف سلم، اللادر اللي تتسلق، تعرف السلم؟ وين السلم؟ السلم تشوف فيه على برا، بس عنده واصل هنا على المكعب. واصل على المكعب، ومكاش ما نشوفش داخل المكعب. اوكي، السلم جديد ولا قديم؟ قديم. بعد السلم خالد تشوف حصان، خيل. اوصف لي الخيل. غادي نجبد فيهم بدماغي، متعارك معاهم، ما نشوفهم الخيال، نشوفهم يعني حصان واحد. انت تشوف الحين حصان؟ لا، ثلاث حصان. انا بقت اتخيل واحد. تخيل واحد طلع، واحد برك. ايوه. كيف شكل الحصان هذا؟ سبحانك يا رب. اكحل يعني اسود. اوكي، واقف ولا يمشي ولا يركض؟ بحال يعني مع الشعر بتاعه رايح، يعني الهواء الخاد والهواء، بحال يجري. ويجري بقرب المكعب ولا بعيد؟ يعني المكعب لوحدك هو فايت. ورايح باتجاه المكعب ولا بعيد؟ في الاتجاه، بس افتح المكعب يعني في بس في المنطقة. فاهم. اوكي، بعد الحصان تشوف ورود. وين الورود؟ وين طلعوا الورود؟ شوف الورود خليتهم في المكعب. في المكعب داخل؟ لا، برا. برا. كثير ولا قليل؟ قليل. وصحتهم جيدة ولا لا؟ جيدة. اوكي، واخر شيء تشوف عاصفة. وين العاصفة؟ أنا شفت عاصفة رملية. أيوة، بعيدة قريبة؟ قريبة، بحال تحت المكعب. وهل يستأثر على ودايرة كل الموجة يعني؟ أوكي، هي فاهم. ويستأثر على أي شيء؟ السلم، الورود، الحصان، المكعب؟ لا، السلم ما نشوف، الحصان ما نشوف، السلم ما نشوف، في الورود
المكعب والرمل تحته ويحرك المكعب ولا لا؟ لا قاعد في بلاس المكعب، مكعب قاعد على الهواء. يلا افتح عينك أكد شرح. إنزين فهذا خالد دراسة علم نفس لدكتور ياباني. إنزين هو اسمه سؤال المكعب، فحين بشرح لك الأجوبة اللي أنت قلت لي. إنزين المكعب هو الشعور بالذات، يعني هو أنت أو الأنا، فأنت قلت هو حجمه صغير، معناته إنسان متواضع أكثر خجلاً انطوائي وتفضل الاندماج أكثر عن البروز. أوكي؟ قلت يطفو على سطح الصحراء، إنزين لا يطفو في الهواء، معناته إنسان مبدع ومرتقي روحياً، وأنت مغني وفنان فهذا يناسبك كثير يعني. صلب ما تشوف داخله، معناته تعرف من أنت، ليس من السهل التلاعب بك وواثق من نفسك. أوكي؟ السلم، السلم هم العائلة والأصدقاء. أوكي؟ أنت قلت يلامس المكعب، معناته لا تعتمد بشكل كامل على أصدقائك وعائلتك، ولكنك تعتمد عليهم في الدعم والتوجيه في بعض الأحيان. أوكي؟ هاي شخصيتك. قلت مو بأطول عن المكعب عشان ما تقدر تشوف داخله، قلت له تعتبر سلم قصير، تعتبر نفسك قائدا من نوع الألفا، ألفا ميل يعني. أوكي. بعدين قلت قديم، تعرف أصدقائك منذ مدة طويلة أو تعرفهم جيدا. أوكي. قلت أن قصير، تفضل أن يكون لديك عدد قليل من الأصدقاء، يمكن المعارف وايد بس الأصدقاء قليلين. صح. الحصان هو الشريك المثالي، يعني الزوجة. إنزين الحصان قد قريب من المكعب، لا يتجه ولا يبتعد، علاقة وثيقة يعني سوليد فايتك. وإذا بتتجه تجاه المكعب علاقة جيدة أو تقوية لروابط قديمة، يعني علاقة قديمة ولكن دائما في التجديد. إنزين بعدين قلت الزهور أو الورود هم الأطفال، وقلت إنهم قليلين والذي يشير إلى عدد الأطفال، وقلت قريبين من المكعب، معناته تتمنى أن تكون علاقتك بأطفالك قوية عشان أنت المكعب. صح. العاصفة هي المخاوف والضغوطات والسترس يعني، والإحساس بالتهديد، وقلت ما يستأثر على أي شيء إلا تحت المكعب، يعني أنت عندك ضغط وعندك يمكن مشاكل لازم تحلها، بس إذا تأثير بقول لك قد تشعر حاليا بالإرهاق أحيانا بسبب مشاكل، لكنك دون التأثير عليه تعتبر التهديد قابل للسيطرة، ولديك الثقة في قدرتك على حل المصاعب. interesting yeah okay. إيبيتوكس سؤال ثاني، هاي لعبة حلوة. هذي عاملها واحد تشاينيز جابانيز. اللي تعرف ليش حلو؟ عشان أنت ما تعرف يا ستجاوب شو، فأنت بتلقائيا تتجاوب، وآخر شيء أنا لازم أشرح. لا علشان يعني كان كل شيء واضح، كل شيء يعني. It's nice. أوكي هذا عندنا كارد جيم، أخلط ميكس وأنا بأخذ واحد، أخلط لي إياه. أيوة. وأنا بأخذ أول واحد، أول واحد. أوكي. الحين أرمي الزهرة، أرميها. أيوة. من أول ليه؟ أرمي بعيد. شو عندكم؟ كن صريحا. كن صريحا. أوكي. عطني خلاص. زيد لك؟ لا بس السؤال، هل تعتبر نفسك شخص متفائل أو متشائم؟ ولازم تكون صريح. ما فهمت. يعني positive or negative, optimistic or pessimistic. positive. إنسان positive. positive مش نيجاتيف. صدق والله. أنا عندي سؤال خالد، أنت إنسان ما شاء الله وايد بشوش، 24 ساعة ما شاء الله مبتسم، ولكن ماذا وراء الابتسامة؟ ماذا وراء الابتسامة؟ كان إنسان، كان إنسان يبكي، كان كما كل إنسان. أنا عملت
واحد فرنساوي حب يعني معروفين عندهم الشركه تاع ايديسيون تاع الكتابات. قال لي حبيت ستوري بتاعتك، ما عطيتوش ستوري، عطيتو ستوري تاع اللي فيها يعني صاحب مئات وكذا 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 وتاع حياتي، وانا مش كثير. بعد خمم خرجوا لي تصويره وانا نضحك. كي سماوه الكتاب؟ وراء الضحكه. ما كنت عارف. وراء الضحكه كي تحل الكتاب نحكي على القصه بتاع اللي قلت لك اللي حاجه اللي نضريت فيها تاع باش نسافر وكذا، نحكي عليها. نحكي على كذلك المشاكل ما اللي يعني وانا صغير ما كانش عندي، بالنسبه لي ما كانش مستقبل. يعني كنت يعني 15 سنه نسوق بالسياره بلا لايسنس. قلت لك عملت والله سبحانه وتعالى. وكنت ناخذ باش تشالنج مع اصحابي تاع الهبال تاع المجنونين، كنت ناخذ لوتوروت من جهه اخرى وين يجوا الواطا في الليل، نقول لهم شكون اللي عنده كوراج يدير فوق بالوار معايا. ما تخاف. ما 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 كانش عندي ضمير. انا الان كي راني نخمم نقول ليش ربي ما قتلنيش ذاك الوقت. عملت اشياء اللي الان وانا كبير كي نشوفهم نقول لا هذا ماشي انا، من المحال من المحال راني اكزيستي هنا. مرة أنا وحنا في واحد في رئاسنا، أنا وديت معايا الشاب صحراوي مسكين، وأنا ما كنتش نحب واحد يسوق بيا. هذه في مغنية مزي واحد 200 كيلو على برشا الحلوان، وفي الرجوع جاي أنا نسوق وتعبان وسكران، واحد ما يكذبش. هما راكبين معايا مساكين وشادين، قول لهم شوف درت فيراج أنا نايم ونتمشى 180. واو. نايم هما كل شيء يغوت في السيارة، ودخلت للتراب شوف في الشجر هاك 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 قدام السجن، شافوا الموت مساكين. الملكة كانت تسوق ماشي أنا. من بعد كي حبست قلت لهم شو صاير؟ كل شيء نازل ويسلموا على الأرض. كثير من الأشياء كيما هاك ما تصورش ضميري كان نموت ولا نحيا، ما عنديش مسؤوليه، ما عنديش كذا، ما عنديش بلاد اللي عايش فيها اللي عندي مستقبل فيها. هذا الضمير كان يخمم هذا الولد. وشوف سبحانك، شوف سبحان الحمد لله يا رب. ماشي وقتي، ماشي مكتوبه باش نمشي. صدقت خالد، هذه الصراحه راحه. صح، شكرا. تخاف من شو؟ تخاف من شو؟ تخاف من البناء آدم. أول واحد يجاوبني بهالطريقة. ليش؟ أه؟ أول واحد يعطيني هالجواب. نخاف من بناء آدم. ليش؟ خاطر أنا بناء آدم. نخاف من بناء آدم يتغير بناء آدم. نخاف منه. عندي خوف كبير منه. ونجم نقول السؤال للجواب الثاني، نخاف من الموت. الموت. إذا عندي رسالة وفيها تاريخ وفاتك وعطيتك إياها، تفتح الرسالة ولا لا؟ لا. ليش؟ ما حبش نشوفها. ليش ما حبش؟ بس قلت لك أنا ماشي وما قال لي ستوب، مرحبا اهلا. شوف نخاف منها بصح نضغط معها، لعب معها. يعني كي تجي بصح فيها ديك الخوف. صح. انا شو نطلب غير نجبر واحد يهز يدفنني، خاصة رانا في عالم الان خوك بالك ما يرفدكش. قلت لك خاف من بناء ادم. تعلمت حاجة قولي دمك همك. دمك همك.
أول مرة أسمعها. شو منو شخص خالد كل ما تذكره قلبك يحزن؟ بليز ما أقول هالكس. واو كثير ما نقدر نقوله. لا تقول لي. إذا عندي سؤال بس بدون ما أعرف الشخص. ليش؟ سامحني. لا أبداً. ها؟ هل برنامج يبين إنسان وهذا اللي قدامي خالد إنسان؟ أنا ما عندي ليش نخزن. بيني وبينك ما عنديش حشومة في هذا الشيء. الشخص اللي جاء في بالك متوفى؟ الشخص اللي جاء في بالك متوفي؟ ما احتاج اعرف مين. ما احتاج اعرف مين. بس هل موجود في هالدنيا ولا مش في الدنيا؟ مش موجود. مش موجود. لا. انزين اذا افتراضيا اذا كان عندك رسالة تقدر تكتب لها الشخص ويقرأها اليوم. شو بتكتب؟ مسامحة. والرحمة. بزاف عليا. وعارف باللي حاس بها هو. تحس الشخص سامحك ولا لا؟ أنا نشوفه. ندردش مع بعض الأحيان. شو أجمل لحظة في حياتك إلى الآن؟ أجمل لحظة في حياتك إلى الآن؟ أجمل لحظة في حياتي أجمل لحظة في حياتي يكون مسرور وفرح الناس. هذه والله قليل. بس في لحظة معينة تذكرها تقول هاي أجمل لحظة كانت ولا من أجمل؟ بالمثل كان حاجة يعني أول كونسرت اللي عملته في باريس. هذه مشيت من بلادي مشيت أول مرة اللي شفت ناس جمهور اللي خلاني قعدت لي هنا مخيط الداخل يعني تاتو مشمة في المخ اللي ما نقدرش ننساها. أول مرة أول كونسرت في باري. بعد الأحيان نشوفها. هذه بحال واحد يعني يلا اليوم زاد. ما كنتش نتصور يعني جبرت واحد الجمهور اللي ميكس. جبرت جمهور عربي، جبرت جمهور جزائري، جبرت جمهور مغربي، جبرت جمهور تونسي، جبرت جمهور مصري، جبرت جمهور فرنساوي. قلت الشهر لا من المحال. ومعايا في ستيج فرنساويين في الصوت كذا. نو هذا ما شفتهمش انا عندي. وكي طلعت نغني يعني سبحان الله يا رب هذاك الخوف ما كانش عندي ذاك النهار. وطلع يعني طلع يعني بحال فلاي. جيت كنت يعني في الطياره يعني ما كنتش فوق ستيج. وشو ذاك الجمهور اللي متحمس يعني يشوف هذا الانسان الغريب اللي عجوبه. مين انت جيت؟ جميل.
هذه أجمل حاجة كذلك اللي بعد الحياة يكون ضغط على سن نهرب هاك من جهة أخرى. حلو. وشو أصعب لحظة في حياتك إلى الآن؟ أصعب لحظة. أصعب حاجة هي اللي الواحد ما راح لي يذكر أخوة. أصعب حاجة اللي ما نحبهاش تجرح. هاد الحياة نغلطه، كانك الغلطة، كان الشيطان البليسي وما ننامش. أنا كنت ندير هاد الشيء صرات لي ضغطت على شي حد ولا ما من. أنا هجوزتي على بلعب ولدي ولا بنتي بعد الأحيان يطلع الغاز للراس وصوتي يسمعوه من باكستان البيت تترعرع، نسد على روحي في البيت تتجيني ما عارف أنا بقول جبرني نبكي ندمان ليش درت هذا الشيء. كم خالد لو أنت تشوف حياتك اليوم كم راضي عن نفسك وعن حياتك من 10؟ لو تعطيني رقم من 10. بصراحة. بصراحة. بصراحة 5. 5. كيف؟ حبيت نص. كيف الخمسة تستوي 6 ولا 7؟ شو تحتاج في حياتك عشان تسوي هالخمسة 6 ولا 7؟ شو تحس تحتاج؟ ما محتاجش تجيب وحدها. بعض الأحيان ما تموت من تحت 5. بتخلي تطلع حتى 8. مشكلتي أنا من كنت تطلع حتى 8 دغري تفوت الخمسة. ها مشكلتي يعني ما نستمتعش بها. حياة. كم واحد قال لي انتم الفنانين، انا صاحب الحراج كبير مسكين، قال لي انتم الفنانين عندكم مشكلة. شيل المشكلة وطح لي في النقطة، قال لي انت كي تطلع في ستيج تدير بليزير للناس تفرح الناس. قال لي الفنان هكذا يفرح الناس، مش كل يفرحها بس من يفرحك انت تعرف انت. هذه اللي ما عنديش وما جبرتهاش من اللي زدت، ما جبرتهاش من اللي نعرف لونا. ديما نمت صوتي للناس مت، بس الرجوع ما عنديش. تعرف دائما شو اقول؟ مثل الكوميدي. الكوميدي يدخل على الستيج يضحك الناس، كل من يضحك؟ من يضحك؟ اللي يصور هو يصور الناس، بس من يصورك؟ لا دوك خرجوا سيلفي. حتى من زمان تاني كنت اقول مصور عمره ولا يصور روحه. شفت العلم؟ شكرا. بس الوالدة الله يرحمها شو كانت تعني لخالد؟ الوالدة شو كانت تعني لك؟ الوالدة كما كل أمة، الوالدة كان خالد يعني أنا حتى أخوتي مساكين تزعل. عندي أخويا كبير هو اللي قاعد كان قاعد معها كثير في باريس، تزعل يعني يقول لي راهي كحلة عند عليك. أنا كيمشي بباريس ندخل عندها للدار حتى أخوي يقعد يضحك كي تشوفني كراك ولدي وما تحكي لي على الضغط. يقول لي أخوي يقول لي اسمع ديما أنا مريضة عيانة صح. قال لي كي تشوفك تبرا.
الحق يجي انا للدار تبغي تنوض تبغي تتمشى هاك قلت بالله قولي اه قال لك لا شو بدي ادير احنا وردي جيب لي كل شيء 14 جيب لي كل قولي لا لا قالوا لي خدم الطبيب شويه اوكي خذ في اخوي قولي ها اخذ انا مغبون ما عندي لها في بال عندي لها منه قال لك تشوفك مع هذا المرض هذه الولده تاعي وكل عام انا بشير خينا في اليوتيوب كل عام في العيد في هابي بيرثداي معايا مسكينه في راس العام يعني معك ديما داير الان هذه السنه مشي معايا مسكينه الله يرحمها ديما تقول عام سنه سعيده لكل واحد وتضحك وتقول معاها سؤال لكل انسان يشوف اللقاء وفقد امه شو تقدر تقول لشخص كيف الانسان يقدر يكمل ولا يتاقلم انت جربت وفي ناس بيشوفون البرنامج وهم مجربين او صار لهم الحين لا. اما نش نقول اني بوحدي كاين كذلك الناس اللي ما عندهمش مساكن مشات لهم الام ولا كاين ما حتى هو صغير ما شافش امه شنقول الأم تاع هي جوزتو الأم هي جوزتك إذا ما عندكش الأم هي اللي تروبلاسي الأم شوف كان عندنا مشكلة إحنا نقول أمك وأنت صغير كي تكبر شوية تبلغ تهبلك يا تزوج يا ولدي تزوج 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 تضغط عليك باش تتزوج من يوم كي تتزوج تدخل على المرأة تتكسرها ليش؟ تعرف ليش؟ هي كي تقول لك تتزوج بالنسبة ليهم هما يعني لازم لك امرأة هي غادي تمشي تكنيك تكنيك مطارك بيقول لك فرصة اوكي هي تخمم عليك على ولدها لازم تخلي واحد مرأة اللي تكون تحرص على ولدها كما الأم أوكي؟ بس عشو قلت لك البناء آدم وهذه كبدة هي كنت توطع لك جبلي ديك المرأة صريحة اللي تزوجك بها كل شيء هي من بعد أنت كي تكون حبيتك مراتك جوزتك هي راح تشوف تقول أوكي راهي خادت لي ولدي ترجع غيرة هذيك الغيره قلت لك باللي واعر هذا هو الحب الصعب الحب حتى الحرب صح اولادك ان شاء الله بيشوفون الفيديو خلينا نقول شافوا الفيديو بعد 20 سنه 30 سنه يوم انا وانت خلاص رحنا بس اولادك بيمرون في تحديات في الحياه وصعوبات وفوق وتحت 8 5 4 كل هذا اذا فتحوا هاللقاء وهم في حالة صعبة في حياتهم شو تحس مفروض يسمعون من أبوهم؟ شو المفروض يسمعون؟ شو تحب تسمعهم؟ اللي حكيته حكيت كنت صريح حكيت على صغري حكيت على كل شيء حكيت على هموم الدنيا حكيت على نفسي حكيت بكيت أنا نقول والعالم هو الله انا نقول يكونوا فخورين كي يوروها لاولاد ولادهم ها جدكم كي كان ان شاء الله سمع عندهم هما تاني درس مهما كان الحال ما تعرف الدنيا البناء ادم قلت لك ما تعرف كاين اللي عنده اولاد وكاين اللي كاين اللي عنده اولاد وكاين ولد واحد يخرج له ارهابي ولا يخرج له هاد لا غالب كاين يقعد يبكي يقول مين هذا جاني كي خلقت واحد تاغوت هو مأصل يعني ما عندوش شيء كاين العائلات كي ما يقدروش يفهم ما تفهمش عندك ربعة خمسة كلهم يعني متربيين عطيتهم تربية وكذا وكذا كاين واحد يخرج لك من القصب سوي عجبك سوي هودك
وهذه الطبيعة بني آدم. ها؟ بس ما قلت أنا نقول كما يكون أولاد أولادي يكون واحد خايب كي يسمع هذه غادي نقول يولي تضربوا الشاهدة إن شاء الله بلك نداوي نعافيه على كي يشوف وين عارف عالتك والله أعلم. آخر سؤالين تفضل. إذا ناخذ قلب خالد ونخرجه شو قلبك بيقول لخالد؟ ليش تركتني؟ ليش تركتني؟ ليش؟ يعني بعدين يرجع يبغى يرجع داخل. السؤال الأخير هل أنت واحد ما قالها لك؟ تعمل وين ترك تقول لي سؤال أخير؟ الحين أخير الحين أخير خليني نضغط عليك أنا كذلك قول اللي تبغى. خالد في كلمة واحدة كلمة واحدة كلمة واحدة خالد الزهواني. لا أباك أنا بالو أنا كلمة واحدة لخصني الإنسان في كلمة لو أنا وأنت ماشيين ما باش هاك حقني لو أنا وأنت ماشيين خالد في جملة واحدة خالد أيوة كلمة واحدة أوكي خالد إنسان طيب ويقعد طيب واللي نقعد إن شاء الله ما يغلبنيش إبليس هو موجود إن شاء الله خالد في كلمة واحدة ما يغلبنيش إبليس. طيب أنت قلت طيب تبغى أزيدك سؤال ولا خلاص؟ أزيدك سؤال ولا خلاص؟ كما تبغى يا أخويا نزيد السؤال؟ إذا الله أنعم عليك أن تكون على آخر أنفاسك بين أحبابك وأولادك وحبايبك والله أعطاك القدرة أنك تتكلم وتقول كم من شيء قومة تروح شو تحب تقول لهم؟ نقول لهم يتحبوا بعضهم بعض ويتهلوا في بعضهم بعض ونتمنى لهم طول العمر. آمين. ثلاثة بزاف عليك. Thank you. تعبتك؟ تعبتك ولا لا؟ لا لا حبيبي أنا معك. الحمد لله. لا شكرا على صراحتك وشفافيتك معنا. ربي يطول عمرك. نحن دائما نسأل أي فنان عنا نسأله إذا حاب يسوي أكابيلا if you like. If you don't like we don't do. انت حاب تسوي في اغنيه قديمه تبغى تغنيها تبغى تسوي شيء بنخليك تسويها انت وراحتك. اذا ما حاب ما في اذا حاب ليش في اغنيه معينه تحبها لا عزيزه على قلبك. الله يا الله حبيب الله الله يا الله رسول الله الله يا الله وحبيب الله الله يا الله ورسول الله صلوا على النبي صحابه عشرة محمد المنور زين البشرى راني راقد في قبري ممدود حسيت بالتراب يطيح عليا صلوا على النبي صحابه عشرة محمد المنور زين البشرى